مباشرة اليوم هيئة الحشد الشعبي قسم الهندسة العسكرية لإدامة وتعديل شارع المستوصف الثعالبة محلة 365. محلة الثعالبة 365 تعاني من كثير من المشاكل، منها عدم وجود مياه الصرف الصحي وتبليط المنطقة وكثرة الترسبات المائية بها وعدم وجود النفايات الكثرة من المنطقة. ولكن من بدأت الحملة بصباح هذا اليوم من هيئة الحشد الشعبي برش السبيس وتعديل الشوارع دائر مدار المركز الصحي للثعالبة، حقيقة جهد الحشد الشعبي جهد معروف بتضحياته البطولية أولا، ثانيا تضحياته الثانية هو العمل بالمناطق التعبانة اللي أمر بها دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بتوجيه الحشد الشعبي إلى المناطق والعمل بداخل المناطق اللي محتاجة الجهد، وجاي يعملون عمل متواصل ليل ونهار في منطقة بوب الشام والمناطق التابعة إلى منطقة بوب الشام. مثل ما تشوفون احنا بالمنطقة ماكو كان تبليط، والمجاري والمياه الآسنة دار مداير المركز الصحي، بس الجماعة اللي بهيئة الحشد جهودهم مشكورة، دا يسوون تبليط دار مداير المركز ولو فشي بسيط، بس إن شاء الله يتكلل بجهود إضافية، وإن شاء الله يكملون بأن يعدلون هاي المنطقة حتى المراجعين يقدرون يروحون ويرجعون، لأن كانوا حتى ما يقدرون يطبون يضطرون يجيبون ستوتة حتى يعبرون من مكان إلى مكان، واحنا مشكورين جدا لهم لتبليط هذا الشارع، وان شاء الله يكملون بقيه الشوارع الفرعيه التابعه للمركز. وانا اشوفها مبادره كل جيده من قبل الحشد، رغم انهم مشكورين حرروا هذا البلد وشاركوا برجاع المحافظات، بس اهم ده يشتغلون بالامور المدنيه، لان الحكومه ما تقدر تكمل كل الامور، ان شاء الله ايد بايد ان شاء الله يكملون كل الامور.